شغلي طرشي ومخللات وعنبوث ومعجم، مشروع صغير بالبيت يعني اجهز واجي ابيعوني بالنبي يونس على باب الله. وشغلنا برمضان يعني يكون احسن من الايام العادية، يعني رمضان شهر المغفرة والرحمة، ويعني الناس كلها تتردد علينا برمضان والحمد لله. طبعا طبعا شهر رمضان وفر فرص عمل اللي والغير، وانا الحمد لله شغلي يعني برمضان كلش مليح. والله مشروع صغير على قد الحال، اشتغله بالبيت انا والاطفال، نطلع نبيع عن ترزق الله والحمد لله قانعين بهذا الرزق والف الحمد لله. احنا يوميا نصنع لنا كم صينيه، كم صينيه نصنع لنا ونبيع. قبل رمضان شوي ماكو حركه عمل، شغل ضعيف، بس برمضان لا الحمد لله تحركت العالم والناس ترحم ناس، ناس تنطي ناس، وفرص عمل صار كثيرة، وتحرك السوق شوية، وخير من الله. كان والله الحمد لله زين. قبل رمضان كان حيل تعبان، هسه الحمد لله شغال زين برمضان. أنا أشتغل، الأخ يشتغل، أبو شربات، أبو الحلويات، الحمد لله رمضان خير وبركة. والله بالأسبوع يومين ثلاثة كان شغال تعبان، هسه الحمد لله زينة. والله مشاريع كلها حاليا كلها تشتغل المشاريع، مثل كل شيء أشتريد، أبو بسطة، أبو حلويات، أبو عربانة، أبو كل شيء يشتغل.